أريد عمله في هذا الفيديو هو أن أثبت أن المركز المحيطي للمثلث القائم الزاوية هو في الحقيقة نقطة المنتصف على الوتر، ولعمل ذلك سوف ألقي نظرة في البداية على المنصف العمودي لأحد أضلاع هذا المثلث القائم. لذا دعوني أبني المنصف العمودي للضلع BC هنا، فهو سيبدو هكذا، سوف يبدو مثل هذا الشيء، إنه يقطع الضلع على شكل زاوية قائمة، فهو عمودي وهو ينصفه إذن B، هذا من B إلى هذه النقطة، وهو ما نسميه بنقطة المنتصف ويرمز له بأم، وهو نفس المسافة من أم إلى C، فإذا هاتان المسافتان متساويتان، ولنسمي النقطة التي يتقاطع فيها هذا المنصف العمودي مع الوتر لنسميها O، وسوف نثبت أن O هي المركز المحيطي لهذا المثلث القائم. الآن أول شيء يمكن أن تستنتجه وهذا ما رأيناه في عدة مسائل، المثلث OBM يبدو مشابها للمثلث ABC، وهذا حقيقة ليس من الصعب إثباته، فكل منهما له زاوية 90 درجة، وبالتالي إذا بينا أن لهما زاوية أخرى، مجموعة أخرى من الزوايا المتناظرة المتطابقة مع بعضها، فنعرف أنهما متشابهان بفرضية تساوي الزاويتين، فمن الواضح أن كلاهما يشترك في هذه الزاوية هنا، OBC هي جزء من المثلث الأصغر، وABC وهي في الحقيقة نفس الزاوية هي جزء من المثلث الأكبر، فمن الواضح أنهما يتشاركان بزاوية 90 درجة، فإذا بفرضية تساوي الزاويتين لدينا المثلث OBM مشابه للمثلث ABC، والمفيد في ذلك هو إذا المثلث OBM مشابه للمثلث ABC، والمفيد في ذلك هو أننا نعلم أن النسب بين الأضلاع المتقابلة في المثلثات المتشابهة ثابتة، فمثلا نعلم أن النسبة بين الضلع BM وهو للمثلث الأصغر، نعلم أن النسبة بين الضلع BM، من الأفضل أن أكتب ذلك بلون مختلف، نعلم أن النسبة بين الضلع BM وBC، النسبة لهذا الضلع على المثلث للمثلث الأصغر إلى الضلع المقابل على المثلث الأكبر سوف تكون مساوية لنسبة الوتر على المثلث الأصغر BO إلى وتر المثلث الأكبر لأنهما متشابهان. حسنا، نحن نعلم ما هي نسبة BM إلى BC، حيث أن BM هي نصف BC، فالنسبة هنا نسبة BM إلى BC سوف تساوي نصف، فهنا M هي نقطة المنتصف وهي منتصف هؤلاء، فهذه نفس المسافة هذه، فهذا نصف BC كاملا، فإذا كان نصف يساوي BM على BC ويساوي BO على BA، وبالتالي نحن نعلم فقط إذا تجاهلنا هذا الجزء في الوسط أن نصف يساوي BO على BA، وإذا ضربناها ضرب تبادلي إذا أجريت عملية الضرب التبادلي هناك عدة طرق للتفكير فيها، ولكن إذا ضربنا ضرب تبادلي فنقول أن BA يساوي 2 BO، أو إذا قسمت الطرفين على 2 وهي صيغة مرادفة نصف BA يساوي BO، إذا BO هي نصف BA فهذه نصف BA، وبالتالي هذا الطول AO هنا فهذا سوف يكون سيكون BA ناقص نصف BA، وبالتالي سوف يكون نصف BA، فإذا هذا المقطع هنا AO سوف يكون مطابق لـ OB، إذا ما قد بيناه قبل كل شيء أن هذا المنصف العمودي هنا المنصف العمودي للمقطع BC يقطع الوتر للمثلث القائم في نقطة المنتصف، إذا فقد برهنا لقد برهنا شيء واحد وهو أن O هي نقطة المنتصف للوتر midpoint of the hypotenuse،
حسنا، هذا بحد ذاته مشوق، ولكننا نعلم أنه إذا وقعت نقطة على منصف عمودي لمقطع خطي فيكون لها نفس المسافة من نقطة النهاية للمقطع، وقد عرضنا ذلك في فيديو سابق. ونعلم أيضا أن OB تبعد نفس المسافة من نقاط النهاية لهذا المقطع هنا، أن OB تساوي OC، ولكننا نعلم من العبارة الأولى هنا أن OB تساوي أيضا OA. فإذا كان OB يساوي OC و OB يساوي OA، فإن OC يساوي OA. OC يجب أن يساوي OA. طريقة أخرى للتفكير بها أن هذه النقطة O لها بعد متساوي من كل النقاط على المثلثات، من كل الرؤوس. يجب أن أقول هذه النقطة O لها نفس المسافة من كل رؤوس المثلثات، فهذه المسافة، هذه المسافة وهي ستكون في الحقيقة نصف القطر المحيطي، وهي نفس المسافة هنا، وهي نفس هذه المسافة أيضا. إذا O متساوية البعد لكل الرؤوس. O is equal أو EQ to all vertices. وبمعنى آخر O هي المركز المحيطي. O is circumcenter. إذا لقد أثبتنا أن المركز المحيطي للمثلث القائم الزاوية هو نقطة المنتصف لوتر المثلث قائم الزاوية. وبطريقة أخرى، إن وتر المثلث قائم الزاوية هو المركز المحيطي، لأنه يوجد فقط مركز محيطي واحد لكل مثلث. وانتهينا.